طيب يلا على الباب، قومي يا بنت شوفي مين بيرن الجرس. يو بقى، هو مفيش غير في البيت ده؟ اندهل ابنك يوم يفتح الباب. لا انا لسه جاي من الشغل تعبان، مش هروح اعمل حاجه. ايوه يا بنت، اخوكي جاي من الشغل تعبان، افتحي انت الباب، مش هقعد اتحايل عليكي. يو بقى انا زهقت بقى، مفيش غير في البيت ده، اكنس وامسح وانزل واطلع، انا بعمل كل حاجه حرام عليكم. ما تهزميش يا بنت. مين بيخبط؟ ايه ده، مفيش حد بره؟ ايه ده، هديه؟ مين يا بنت اللي كان بيخبط؟ ده بتاع الزباله يا مامي. طب ما قلتيش لي يا بنت اللي بتاع الزباله يخش ياخد الزباله، ده احنا عندنا زباله قد كده. هبقى انزل ارميها انا يا مامي، عادي بقى. ايه ده، ماسك؟ ده اكيد ماسك للبشره. ايه ده؟ ايه السويت ده يالا؟ استر يا رب. مش عارف يا ماما، السويت جاي من الاوضه دي، تعالي نشوف في ايه. ايه اللي ده؟ مين اللي معاك في الاوضه دي يا بنت؟ فتش لي يالا الدولاب ده، شوف مين اللي جوه. ماشي يا ماما، ده انت ليلتك صدى النهارده. واحد ايه اللي معايا في الاوضه؟ انا معيش حد، انا لبست الماسك ده هو اللي خلى صوتي كده اهو. ماسك ايه ده يا بنت اللي هيغير صوتك عليا انا بقى الكلام ده؟ تسلي يالا بابوك يجي يشوف بنته. طب اعمل ايه طيب عشان يصدقوني؟ والله انا لقيت الماسك ده فلبسته كده. بس كده ده اللي حصل؟ ده افكيت ده ولا ايه؟ رجع لي بنتي بقولك. الشاف العالي بيضايقني. والنبي نزليني يا بنت، انا بخاف من المرتفعات. ماما مفيش حد في الدولاب. ده لسه فاضل 3 ادوار كمان. فين باتمان يا عم؟ ليه ما جاش لحد دلوقتي؟ رنيت عليه اكتر من مره. اهو جه باتمان اللي كاسفنا في كل حته، ما عندوش اي قوه خارقه وطالع على السلم ماشي، انا مش عارف ايه اللي ماشي وسطينا. افتح له يا عم. اوعى تديهم الكلاع ويسيطروا عليكي، خليك اقوى منهم، دمريهم. اوعى حد ينتصر عليكي، سامعاني؟ ايه ده؟ وانتوا مين انتوا كمان؟ مش كفايه عليا واحده؟ ما دي لايش يا حاج، احنا جايين عشان ننقذك. تنقذوني من مين؟ انا مش فاهمه حاجه. ننقذك من القناع اللي لابساه بنتك وبيتحكم فيه فينوم. فينوم ايه وعيش بلدي؟ انا مش فاهمه حاجه. بص يا حاجه، فينوم ده شرير عايز يسيطر على العالم، فبيسيطر على الناس بالاقنعه زي القناع اللي بنتك لابسه ده. ما اكتفاش ان هو بيراقب العالم كله بالاقمار الصناعيه بتاعته، وكون جيش كامل تحت تحكمه، بيتواصل معاهم بالرسائل المشفره، هدفه تدمير الخارقين. اما قصه يا واد يا باتمان، لا جميله قصه يا اوريه، وانا بحكي لك حدوته قبل النوم. عايزين نلحق بنتي قبل ما يجرى لها حاجه وفينوم يسيطر على الدنيا. ايه يا باتمان، هو محدش يعرف يهزر معاك كده؟ وانا هنهاقي. مش لو كان عندك قوة خارقة دلوقتي كان زمانك دفعت عن نفسك. شوف انا هعمل ايه، من ضربة واحدة هجيبها الارض. بقول لك ايه يا بنت، هعمل معاك اتفاق حلو، نزليني وهحارب معاك، ايه رأيك في الاتفاق ده؟ بقول لك ايه يا بنت، انت ما حدش يقدر عليكي. نزلوني. في يا حاج، رنيت عليا في الشغل وجبتني على ملا وشي، في ايه؟ ايه يا حاج، ساعة عشان تيجي من الشغل ما لحقتش المعركة من اولها. بنتك بسم الله ما شاء الله عليها مقطعهم كلهم. اه ايه اللي حصل يا خارقين؟ انا خبطت وقعت، اغمى عليا، ما حسيتش باي حاجة. اغمى عليك؟ انت نايم بقالك نص ساعة، انا قلت لك ملوش لازمة معانا في الطلعة دي. طب سامعوا بيقول ايه؟ وربنا امشي واسيبكم تضربوا لوحديكم، انا قلت اهو. في يا جدعان، احنا هنتخانق ولا ايه؟ عايزين نخلع منها القناع ونخلص، انا عندي ماتش بلاي ستيشن الساعة 9. عاش يا بت، اديله يا بت. والله انت هتنام لي تاني؟ نام كده عشان اهبدك بأي حاجة في وشك. البت جوه تتضيع يا بت، 100 مرة اقول لك ما تعليش صوتك، اخوك
البت بقت خلقه حاجه. بقول لكوا ايه، قوه رئيسيه في ايديها، لازم نكتفها عشان نطلع الجناع. السجاده، لف عليها السجاده، مش هتعرف تحرك ايديها ونعرف نطلع الجناع منها. سيبوا الطلعه دي عليا. فينوم مش هيكسب المره دي. ايه ده، هو في ايه اللي حصل؟ انا مش فاكره حاجه وجسمي كله مدغدغ. حظك ان انت ما كنتش في وعيك، عشان كده مش هنحاكمك، وقريب جدا هنقضي على فينوم. ها انا مش فاهمه حاجه، بس انا عايزه اتصور معاكم يا ابطال يا خارقين، بحبكم قوي. عندنا مهمه ومش هنقدر دلوقتي. وبعدين يا بنت الجزمه في الشقه اللي الابطال الخارقين بوظوها دي، مين هيروقها لي؟ مش وقته يا موي بقى تروي، انا هبقى اروقها لك. عم بتمان عايزه اتصور معاك. مش هينفع والله، طالب اوبر تحت، لو اتاخرت عليه هيحسب عليا في زياده. سلام عليكم. طب سلام يا بطمان يا اخويا، عشان ما نعطلكش. بقول لك ايه يا بت، انا مبسوط منك قوي، ده انت اديت الابطال الخارقين علقه، ماشيين كلهم مكسوفين منك. ايوه يا بابا، امال ايه، يبقى انا الحلم اللي كنت بحلم بيه كان في الحقيقه. ده انا ضربت كل الابطال الخارقين، شفت القوه بتاعتي كانت عامله ازاي، اتخيلت منك. ايه يا جدعان، حد يجي ينزلني بقى، الفيديو خلص.